بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نواصل ما بدأناه معا في الحديث عن قيمة السلام وكيف عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع من المواقف أو مارس من المواقف العملية ما يثبت أن هذه الرسالة وهذا الدين وهذه الدعوة هي دعوة سلام. ذكرنا في لقائنا السابق بعض المواقف من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، والآن نواصل ونذكر بعض المواقف التي تجسد قيمة السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. من المواقف الجميلة المعبرة التي تظهر عنايته صلى الله عليه وسلم بهذه القيمة أنه عندما انتقل من مكة إلى المدينة، كان أول فعله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسس المسجد أنه نزع الضغائن والأحقاد التي كانت موجودة منذ سنوات طويلة بين الأوس والخزرج. فالأوس والخزرج المتناحرتان المتقاتلتان صارتا كأنهما جسدا واحدا، بناء واحدا، كيانا واحدا. هذا الكيان سمي بكيان الأنصار. ألف الله عز وجل برسول الله بين الأوس والخزرج، الله هو الذي ألف بينهم، النبي صلى الله عليه وسلم سعى في هذا وبذل جهدا كبيرا، فكانت النتيجة البديعة أنهم صاروا وحدة واحدة. كذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار حتى يغرس ما يسمى في عصرنا السلم الاجتماعي، حتى يصير الناس الذين يعيشون في مكان واحد متقاربين فيه فيما بينهم اتفاق وتراحم. ثم كانت الخطوة التالية والتي يمكن أن نعبر عنها بوثيقة المدينة أو دستور المدينة، والذي فيه كتب النبي صلى الله عليه وسلم ما لساكني ومواطني المدينة من حقوق وما عليهم من واجبات مسلمين أو يهود أو غير المسلمين وغير اليهود. الجميع يعيشون في كنف هذه الدولة الوليدة، الجميع متساوون في الحقوق، الجميع متساوون في الواجبات، الجميع لهم النصرة ولهم التأييد إذا ظلموا أو انتهكت حقوقهم أو كرامتهم. وهذا إنما يظهر طيب معدنه صلى الله عليه وسلم، يصدق فيه قول الإمام البصيري: أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتمي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.